اللعب فقرة تحت شعار سيب الماء على البطيخ والشعب يحب اللعب. العب يلا ما تلعب يلا العب يلا وسيب اللعب. سيب اللعب سيب اللعب. عشاق المسلسل الإسباني لا كازا دي بابيل أخيرا الموسم الخامس والأخير باش يبدأ يتعرض، أما على جوز أجزاء، واحد في 3 سبتمبر والآخر في 3 ديسمبر. وانا حكيت لكم على كازا دي بابيل خاطر لي زانترنوت اديولو تصويرة نضال السعدي مع هلسنكي بطل من ابطال المسلسل. نضال السعدي ظهر بلوك مختلف، الشيء اللي خلى الفانز نتاعو يتوقعوا باللي هو باش يكون واحد من ابطال السيزون الخامسة من لا كازا، اما اللوجيك تقول انه مستحيل يكون شارك في السيري على خاطرها تصورت عندها برشا وكملت. والاكيد انه نضال السعدي باش يكون موجود في عمل اجنبي مع هلسنكي وهذا سبب التصاور. مرأة أسترالية عملت عملية عزويد وبعد ما فاقت من البنج تفاجأت باللي هي وليت تتكلم بلكنة إيرلندية وما عادتش تعرف تحكي بلهجتها الأسترالية وضيعتها الجملة واحدة. نعم غير لغتها تبدلت رغم اللي هي عمرها ما مشيت لإيرلندا وعمرها ما تعلمت كيفاش يحكي، وهذه ما هيش أول مرة تصير فيها حادثة من نوع هذا، ويفسروها العلماء على أنها متلازمة غريبة تصير في الدماغ وتفرعس المخ وتخلف حاجات بيزار. المرأة الأسترالية هبطت فيديو على تيك توك وحكيت فيها حكايتها. Hi, it's day two since I've been speaking with an Irish accent. I woke up this morning and I was speaking with my Aussie accent and I called one of my friends. خبر زواج لمين النهدي من طفلة في الثلاثينات من عمرها، إخبار هذا دار برشا على الفيسبوك. ولهنا لمين النهدي كذب الحكاية هذه وقال كان فما حاجة تو نقول لكم عليها ومانيش باش نحشم بها، وقال انه صحيح عنده لشكون قال نموت عليك، اما نموت عليك هو اسم الوان منشو الجديد اللي حضر فيه. اشعاد 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 سيب اللعب سيب اللعب. الإعلامي هيثم المكي هبط ستاتيو بعنوان الكور جاية في الحين كان في حلين القهاوي والفيس في السهريات ومتصدرين على الانستغرام. قال انه في الخارج الكور جاية يعملوا مبادرات اجتماعية وثقافية كبيرة ويصرفوا باش يحميوا ثقافتهم وتراثهم، وقال نحب نسألكم خطرني جاهل في الميدان هذا، بربي فماشي رياضيين توينسا يمارسوا في واحد من انواع النشاط المدني او التضامني او الحقوقي، وختم التدوينة نتاعو اللي عمل بها برشا دوينة مع الكور جاية بالسؤال هذا بربي ثبتوا معايا ماكم تعرفوا يلزم الواحد يثبت في المعطيات ويدقق في معلوماته قبل ما يحرض على الحقد الطبقي. في الحقيقة هذا اللي مفروض يصير على خطر الفنان وإلا الرياضي يعتبر عنصر مؤثر في المجتمع وعنده برشا ناس يتأثروا به ويتبعوه ويكون القدوة متاحهم، والفن الحقيقي هو وقت تكون راه رسالة بالرسمي ما لوقيت نفيقه ونبدله ونغيره العقلية. أي عاد يزي سيب صالح يزيني ما سيبت اللعب، أما ردوا بيلكم سكروا اللعب مليح على خاطر اللي سيب اللعب يتشد مع فوفة وتوانخ.